صحيحة على الجيش العربي السوري تقدم وتوغل وسيطر على بلدة منيان وامتدادا إلى ضاحية الأسد. وهنا نتحدث بأن الجيش العربي السوري شكل نفقا واحدا موحدا على طول الجبهة الغربية باتجاه جنوب الغرب من مدينة حلب. والحديث عن النقاط التي خسرتها الجبهة الغربية في وقت سابق عبر الهجمات الشرسة التي أتت من قبل الفصائل الإرهابية المسلحة. الآن نحن في بلدة منيان، النقاط التي تحد من هذه البلدة النقاط الغربية منها خان العسد والمنصورة، تلك النقاط التي فلت باتجاهها الإرهابيين وما زال سلاح الجو يلحق فلولهم ويكبدهم خسائر في العتاد والأرواح. أيضا الجهة الشمالية من بلدة منيان هي البحوث العلمية وامتدادا إلى الراشدين الأولى والثانية، والجهة الجنوبية منها ضاحية الأسد وامتدادا إلى الراشدين الرابعة والتي يعمل عليها الجيش العربي السوري الآن عبر طلعات مكثفة من سلاح الجو وتوجيه كافة الوسائط النارية باتجاه هذه المنطقة. الجيش يسعى الآن لتضييق الخناق بشكل أكبر على الإرهابيين داخل منطقة الراشدين الرابعة عبر توغل من محور الحكمة باتجاه الراشدين الخامسة. هذه العمليات تأتي بالتزامن مع عمليات أخرى مكثفة تشهدها المنصورة وخان العسل. كنت أذكر في نشرات سابقة بأن الجيش لن يتوقف، فعلا الجيش العربي السوري ولم يتوقف بتاتا عند هذه النقاط، بل يتابع تقدمه ويستمر في عمليات تسحق من خلالها الإرهابيين. الآن يمكن الحديث بأن الجبهة الجنوبية الغربية فتحت بشكل كامل، الجيش العربي السوري سيطر على بلدة منيان، الوجهة الآن ستكون خان العسل وما بعد خان العسل والمنصورة، هذه من الجهة الغربية لبلدة منيان. العمليات عمليات التي أتت من خلالها السيطرة كان هناك طلعات جوية كبيرة ومكثفة باتجاه معاقل الإرهابيين. قوات النخبة هي دخلت وتسللت بكل حذر كون هذه الأبنية هي ملاصقة لبعضها البعض، ويصعب يعني كما تابعنا في تقارير سابقة على أن بلدة منيان هي بلدة تتواجد فيها عدد كبير من الأبنية السكنية، وهنا نتحدث عن قتال أتى فقط بالأسلحة المتوسطة والأسلحة الفردية عند دخول قوات الجيش العربي السوري، وحرب الشوارع عندما دخل وقام بتمشيط كافة المنازل، ومن ثم قوات الهندسة ووحدات الهندسة كان لها الدور الأكبر بإزالة السواتر من أمام قوات النخبة التي اقتحمت بلدة منيان، وأيضا كان لها الدور الأكبر بإزالة الألغام. هنالك أعداد كبيرة من الألغام هي صورت عبر عدسة الإخبارية السورية كانت مجهزة من قبل الإرهابيين لزرعها داخل بلدة منيان. نعم، وليد، لو تحدثنا عن حجم الخسائر التي مني بها الإرهابيين اليوم في ضحية الأسد وما صدى هذا الإنجاز وهذا التقدم في حلب. نعم، هنالك خسائر كبيرة في صفوف الإرهابيين صراحة، عدد من الآليات مدمرة، وهنالك تفجير العربة بيت وقت سابق كانت الفصائل الإرهابية المسلحة قد هجمت من خلالها عبر الهجمات التي شهدتها مدينة حلب عبر المحور الغربي في وقت سابق. نتحدث عن عشرات القتلى في صفوفهم الذين تم سحبهم باتجاه بلدة المنصورة. هنالك خسائر في العتاد والأرواح في صفوف الإرهابيين، كان اليوم أمس أكثر من 20 قتيلا في صفوف الإرهابيين في بلدة منيان عبر الهجوم من قبل أبطال الجيش العربي السوري. نعم، شكرا لك وليد هنايا مراسل الإخبارية السورية في حلب، وسنتابع معك أي